السلام عليكم، مرحبا بكم مع بشرى كويزين. فيديو جديد، وصفة جديدة إن شاء الله. كنتمنى تلقاكم في أتم الصحة والعافية. وصفتنا اليوم كيف ما كتشوفوا معايا، واحد لي ميني تاكوس بالكروفيت، وحدين بالكروفيت وحدين بصدر الدجاج، كيجيو لذاد وحسن من ديال على برا. يصلحوا الوليدات البواطلانج، وحتى وجبة علاش لا ديال العشاء ولا ديال الغداء. مقادير هما هادو، وإن شاء الله غادي نقدم معكم مقادير. وأنا زعما كان نوجد في الوصفه، ما غاديش نحتاجو بزاف الحوايج، يعني غنحتاجو الفلفل الخضراء مقطعه مربعات، بصله مشلضه، مايس، شويه ديال الكروفيت، وشويه صدر الدجاج، والتوابل غنقولهم لكم ان شاء الله، وخبز التورتيلا فواحد المقله فوق النار. غادي نديروها تسخن، غنديروا فيها واحد شويه زيت الزيتون، غنديروا واحد البصله مشلضه تكون كبيره، وغنحتفظوا ببصله اخرى اللي غنحتاجوها في العماره ديال الكروفيت. بيف ما طاحت لنا البصله وتحمرات، غادي ناخذ خبز التورتيلا وغادي نقطعوا دوائر على هذا الشكل كيف ما موضح في الصوره. كيف ما قلت لكم، هذه الوصفه كتجي لذيذه وزوينه، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها لوليداتكم. صافي كنقطعوها كخبز التورتيلا على هذا الشكل دوائر، كنحتفظوا بهم جانبا، وهذوك الزوائد كنحتفظوا بهم في الكونجيلاتور، نبغيوهم مره اخرى ان شاء الله. ملي كطيح لينا هذيك البصله وكتعسل، كنضيفوا هاد الطريفات ديال صدور الدجاج. هنايا عندي صدر الدجاج ما كملش، يعني واحد صدر دجاج صغير. كنزيدوا الثومه بودره والبصل بودره، معلقه معلقه صغيره، وكنزيدوا معلقه ديال القزبر يابس مدقوق، ومعلقه ديال الكمون وديال البابريكا، يعني معلقه معلقه صغيره. قياسنا ديال الملح بطبيعه الحال، وشويه ديال الفلفل الاسود على حسب الذوق. صافي كنحركوا مزيان هذاك صدر الدجاج والبصله ديالنا مع التوابل حتى ينسجموا مزيان ويعطيونا واحد اللون. من بعد كنزيدوا شويه ديال الفلفله، قياس ديال الفلفله وحده مقطعه هكا يا رقيق، وكنحتفظوا بالنصف الاخر الحشوه ديال الكروفيت. هنايا نقدروا نستعملوا الفلفله الالوان اللي بغيتوا، يعني الحمراء الصفراء اللي كانت عندكم متواجد. من بعد هنايا كنضيفوا المايس، انا هنا المايس عندي ديال كونجلي، يعني كنخرجوا كنغسلوا مزيان وكنسلقوا شويه في الماء وكنطيب به. كنحركوا جميع المقادير كيف ما موضح في الصوره. من بعد ما كتوجدنا ديك الحشوه كنحتفظوا بها جانبا، كناخذوا واحد المول ديال المفن كنقلبوهم هكا على ظهرهم، وكناخذوا هذوك القطع اللي قطعنا ديال التورتيلا وكنحاولوا ندير لبسهم هكا على شكل تاكوس صغيور، كنديروا هكا في الجناب وحده 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 باش كيشدوا لنا هذيك الفورمه ديال تاكوس ميني تاكوس. واخا غيكونوا ملاصقين هكا في القناة، ولكن ماشي مشكل حيت ما غاديش يلصقوا. غنحتفظوا بهم جانبا، وغادي في نفس المقله غادي نديروا الحشوه الثانيه ديالنا ديال الكروفيت. غنديروا ما تبقى من البصله مشلضه، يعني واحد القياس ديال واحد البصله كبيره مشلضه، غادي نشحروها مع هذاك الزيت ديال زيت الزيتون حتى كتدبال، وكنضيفوا عليها ما تبقى ديال الفلفل، هذا الفلفل الخضراء دائما مع التحراك، يعني نفس المقادير من غير المايس، غير الحشوه اللي مختلفه. هنايا غادي نديروا لي كروفيت ديالنا، ناخذ لي كروفيت ديالنا من بعد ما غسلناهم ونقيناهم، وكنديروا نفس التوابل، قزبر يابس، شويه الكمون، وشويه تحميره ولا بابريكا. انا التحميره عندي هنايا شويه حاره، اللي بغى اللي عز عليه الحار هما هاد الميني تاكوس خاصهم ضروري يكونوا حارين، اللي كيبغي الحار يزيد الحار، غير انا حيت البابريكا هذه عندي حاره. وكنزيدوا قياسنا ديال الثومه بودره والبصل بودره والملح، يعني نفس المقادير ونفس التوابل اللي درنا في الحشوه الاولى نديروها في هذه ديال الكروفيت. صافي من بعد ما حطيت هذوك القطع ديال هذوك الدوائر ديال الميني تاكوس كنديرهم هكا في الليمون ديال المفن، غادي نبداو ان شاء الله نبداو نحطوا الفرماج. هما الاولين، انا هنايا خدمت بفرماج موتزاريلا، غادي ندير واحد شويه هو الاول عاد نحطوا الحشوه. غنحاولوا نديروا واحد الكميه قليله في كل وحده،
من بعد ما استفنا لك شويه الفرماج في كل وحده غنبداو نديرو دابا الحشوه ديال مول غادي نديرو فيه حشوه ديال الدجاج والاخر غادي نديرو فيه حشوه ديال الكروفيت. كيف ما قلت لكم هاد لي ميني تاكوس كيجيو لذاذ وزوينين وخفاف وسهلين كيف ما شفتوا في التحضير، يعني ماشي شي حاجه كومبليكي والوليدات كيبغيوهم. يصلحوا حتى المواطنات ولا في الدار كيف ما قلت لكم نحضرهم في اي وقت، يعني ما فيهمش مطيشه ما فيهم حتى شي حاجه اللي غيخسروا نقدروا نصوبوهم ونديروهم للدراري في بواطلانج كيجيو ساهلين وزوينين. صافي من بعد ملي كنديروا الحشوه ديالنا كنديروا فوق منها واحد الكميه ديال الفرماج كنكونوا سخنا الفرن ديالنا نسخنوه على 180 ولا 190 هكا صافي وكندخلوهم الفران حتى كيدوب لينا هذاك الفرماج، يعني ما ماشي شي حاجه غيدوب الفرماج وهذيك الغبان ديال الطورطيه شويه يتحمر ولي كروستيون صافي هما واجدين. انا غنستمر على هذا الشكل حتى نكمل هذوك القطع اللي عندي كاملين، ومن بعد غتبقى لي العماره ولا الحشوه غادي ندير بها واحد الشكل اخر غيعجبكم حتى هو ان شاء الله. صافي من بعد ملي درت هذيك الحشوه كامله ديال الكروفات وديال الدجاج غادي نكمل المسابقه ونزين بالفرماج ديال الموتزاريلا هنايا في الوجه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. بالنسبه للحشوه اللي بقات ليا غادي ناخذ واحد المول هكا مول ديال الكيكه وغادي نحاول ندير الحشوه نديرها هكا نشد القطعه في يدي وندير شويه الفرماج كيف ما درنا في المول ديال المفن، يعني غادي نديرو شويه الفرماج ونديرو الحشوه هكا ونديرو وحده كيجي الشكل ديالها راقي وزوين وحتى منظرا كتجي زوينه يعني غادي تعجبكم ان شاء الله. صافي كنبقاو نستفو وحده حتى كنكملوا الدوره كامله وفي الوسط غادي نخليو خاوي باش غنحطو فيه هذيك الزلافه ولا الجبنيه ديال لاصوص. ملي كنكملوهم كيجيو على هذا الشكل كيف ما قلت لكم كيجيو زوينين منظرا وحتى المذاق رائعين كيجيو لذاد ان شاء الله تجربوهم وغتردوا عليا الخبر. حتى هما غادي نزينوهم بشويه من الفوق بالفرماج وغادي ندخلوهم الفران ان شاء الله يطيبوا، من بعد غادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم. منين كنخرجوهم من الفران كيجي الشكل ديالهم على هكا يا محمرين رائعين، يعني الشكل ديالهم رائع وحتى المذاق كيجيو خفاف ولذاذ وزوينين. رافقتهم انايا هنايا بواحد الصلصه ديال جوج ديال الصلصات. بالنسبه للصلصات غنخلي لكم المقادير ديالهم في صندوق الوصف، وكيف ما كتشوفوا كيجي هاد الميني تاكوس ها على هاد الشكل رائع. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر، ومن هنا الله بيدي جاي. خليت لكم الراحه والهنا دائما معكم بشرى كوزين، السلام عليكم.